Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure. برضو دي كانت فرصة ان انا اجيبهم في عرض لانهم اسعارهم غالية بصراحة. يعني القلم من غير عرض بتسعة، برضو باتناشر، احنا داخلين على مثلا 700-800 جنيه في قلم كحل العين ملون. It's over يعني. لكن لما اجي اجيبه كده هقول البنات لا ما تشتروهوش، ما يستاهلش السعر ده مثلا، او لا يستاهل يا بنات واشتروه. فانا جبته علشان اعمل تحدي بينه وبين مارك جاكوبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة موني ستايل، ومعاكي منال سليمان اللي كل كلمة بنقولها كل مرة بنقولها يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة وهنا. ومشترياتي النهاردة أكبر فيديوهات أو أحسن فيديوهات بتحبوها، وإحنا لسه معانا $100 لـ5000 لايك. لو عملنا الفيديو ده 5000 لايك، لو عملتي شير كتير لصحابك وقلت لهم اعملوا لايكات عشان يوصل 5000 لايك، هنبعت $100 لأي حد في أي دولة في العالم، هبعت لهم $100 كاش. احنا لسه معانا المسابقه وما خلصتش. كل فيديو بقول لو كملتوا 5000 لايك هبعت $100 لمتسابق او متسابقه معايا في القناه. والنهارده فيديو هيكون من الحاجات اللي بتحبوها، مشتريات بقى برفيوم على ميك اب. بس ما تنسيش تعملي لايك وتعملي هنا اشتراك وتدوسي كمان علامه الجرس لو لسه ما دوستيش على علامه الجرس لان مهم جدا، وكمان تعملي شير لكل اصحابك وتعملي لي لايك. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه هبدا بيها وهي الميك اب. الناس اللي بتحب تشتري ميك اب يلا احضروا معايا الفقره الاولى. كان من سيفورا، كان في اول شهر 6 او اخر شهر 5 بعد العيد باسبوعين، نزلوا حاجه اسمها لاست تشانس او عروض لمده 3 ايام في الشوب نفسه او في المحلات نفسها مش على الاونلاين. كنت انا شاريه من الاونلاين، لو كنت شفت الفيديو اللي فات بتاع المشتريات بتاعت اي هيرب وكده، وما كان معاها مشتريات من سيفورا، كنت شاريه منها بس البرفان اونلاين، كانوا منزلين عروض 30%. المره دي رحت سيفورا لقيت منزلين عروض على كان اكتر ماركه نزل عليها عروض هي مارك جاكوبس. مارك جاكوبس انا بحبها جدا، مستعملها منها الاقلام بتاعه الكحل، من اجمل الاقلام، من طري وثابت ومش بيسيح، كل الالوان بتاعته. لكن الامانه ما جربتش الاسود، بس في ناس كتير قالوا عليه ان هو احلى، وفي كمان كاتفوندي احلى واحلى اللون الاسود. المهم فجبت من مارك جاكوبس، كانوا منزلين عروض يعني خيال. اول حاجه جبتها هي الماسكارا، كانت نازله من 12 دينار نازله ب 4 دينار وربع او 4 دينار 750، اللي هو ولا حاجه. اللي جرب بقى ماسكاره مارك جاكوبس، انا بصراحه اول مره اشتريها، يقول لي حلوه ولا لا. انا بصراحه ما جربتهاش، يعني انا رحت اشتريتها على طول اول ما قلت ايه ده عرض وب 4 دينار، يعني لوريال، ميبيلين، ايسنس ب 2 دينار، لما اشتري مارك جاكوبس ب 4 دينار ده اللي هو معجزه يعني بصراحه. المهم جبت دي، لونها اسود، عندهم كمان لون زي البرايمر، هي لونها ابيض. هي دي الماسكارا، هوريكم بس فرشتها عشان اللي حابب يشتريها من اي سيلر مثلا في مصر بتبيع. شايفين قد ايه حلوه؟ اوكي. بس بقى طولها كده اكيد هعمل لكم ريفيو عنها انهم وفرق في الاسعار. والحاجه الثانيه اللي جبتها من مارك جاكوبس قلم الكحل، مش كحل، قلم لاينر بس ملون، جبت اللون الازرق. بما ان مارك جاكوبس من يعني احلى الاقلام من دلاليد، من كتر ما هي بتتكلم عنها، بتستعمل القلم البني وبتستعمل منه يمكن معظم الالوان، لكن القلم البني والاسود دايما بتستعمله دلاليد، وانا بحب دلاليد جدا. قوه اللون شايفين 3 دينار وحاجه، 3 دينار وربع، 3 دينار 750، برده من 9 او 11 حاجة كده. فده بالنسبة لي كان فرصة كبيرة جدا. سيفورا بجد السنة دي عملت طفرة. فينتي بيوتي الميني كانوا الاتنين ست مع بعض بخمسة دينار، اللي هو الهايلايت بتاعها المشهور جدا اللونه ابيض ده اهو. عايز اقول لكم مش قادرة اقول لكم قوته، هو عامل زي المية، بصوا ممكن تحطيه على تحت الحاجب، تحطيه فوق عينيكي، تحطيه على عظمه الخد، قد ايه رائع. بصوا بصوا، طبعا معروف جدا فينتي بيوتي بالجلوسات بتاعته المعروفه والمشهوره. بصراحه يعني انا حاساها انها عاديه، انا ما جربتهاش، بس خلينا نشوف هل الضجه الكبيره عن حاجات فينتي بيوتي تستاهل ولا لا. نشوف ده الجلوس بتاعه، انا عاده ما بحبش الجلوسات قوي، مش صحابي يعني
بحب اكتر المات او اللي هو الكريمي اللي يدي بس احساس بالناتشرال. الجلوس قوي اللي هو كده ده انا مش برتاح له. كانت اربن ديكي عامله عروض برضو 50-30% على بعض الحاجات. جبت برضو لاينر لونه بنفسجي عشان اقارن بينه بالامانه، يعني هو تحدي لنفسي هل اربن ديكي برضو من الاقلام المشهوره جدا ومن اللي بيقولوا عليها من واو من اجمل الاقلام، هجربه وهقارن بينه وبين مارك جاكوبس وهشوف انهي الاحلى في الثبات في السيحان في البيجمنت في كل حاجه. واخر حاجه من سيفورا كانت جدا تو فيزد اللي هي لو فاكرينها بيتر ذان لاف، عارفينها طبعا اللي هي لونها روز جولد كده. منزلين منها الميني بس اللي هي الووتر بروف. عاده انا برضو ما بحبش الووتر بروف لانه بحس انه بيتكسر الرموش، وفي نفس الوقت ما فيش داعي لده الا لو انا بقى في حر او مصيف او نازله حمام سباحه. وجربها كانت نازله ب2 دينار الميني من تو فيز اللي هي بيتر ذان لاف بس الووتر بروف. دي الحاجات اللي جبتها من سيفورا الفتره اللي فاتت. بعد كده باسند بادي وركس كان عامل عروض بس انا زهقت منه للامانه. مش زهقت يعني، عندي اللوشن وعندي كل ده، والشموع كانت اخر مره برده كان عامل عروض حلوه قوي فكنت جايباها، لكن بصراحه نزل برفيوم ساوزن ويشز، لو انا بقول صح ا ساوزن ويشز. البرفيوم نازله كانت من 14 دينار ل 4 دينار ونص. جبتها بصراحه لاختي حبيبتي، دي كيوت شكلها حلو قوي وريحتها فريش واثبت من السبراي، هي قريبه طبعا من ريحه السبراي. طبعا انا عندي الشمعه منها وعندي اللوشن وعندي السبراي العادي بتاع البادي سبراي، لكن قلت هي برضو اجيب لها حاجه تكون جديده. بصوا جبت من انواع الغسول بتاع الايد كان نازل على دينار، جبت كتير بصراحه انا حطيتهم بس حبيت اوريكم يعني من بعض الحاجات. كوكونات كولد وجبت برضو ريسبيري ومش عارف ايه، يعني جبت شويه حاجات من باسن بادي وركس مش الواو. كانوا منزلين حاجات وشموع، الشموع الصغيره كانت برضو نازله على دينار و750، جبتها للشغل بتاعي. بعد كده بصوا كانت في مرحله من يعني البراندات الكبيره قوي كانت عامله عروض بصراحه واو. جس دكني كانوا عاملين عروض مش قادره اقول لكم قد ايه روعه. فجبت شوز وسليبر شيب جبت شوز من دكني، دي مش اول مره اجيب من دكني بصراحه، دي تاني مرة. جبت منه شوز قبل كده شتوي كانت مخملية كده وفيها فرو، بلبسها بس في الشتاء لانها بتدفي يعني تقيلة، فقلت اجيب حاجة صيفي. حاجات ديكني طبعا حاجة ممتازة يعني. جبت الشوز ده اهو قد ايه شيك ولونه كحلي وعامل زي قماش كده، تحس ان هو شوز قيم مكتوب عليه ديكني من هنا و ستريتش شويه، ينفع لكل المناسبات، خروج بالنهار خروج بالليل، على جيبه على بنطلون، حبيته جدا. كان نازل على اعتقد 25 دينار، هو كان ب 50 او ب 55 نازل ب 25، واعتقد ان الاسعار دي في مصر مش هتكون كده. انا معرفش ديكني في مصر دلوقتي وصل كام واوريجينال ولا هاي كوبي بصراحه مش عارفه. وعمار يا مصر وتحيا مصر. وين سليبر جبته من جس، بحبه قوي لما تكوني لابسه كده على البسين حاجه تكون ماركه وفي نفس الوقت حاجه كده رخيصه وشكلها حلو. شوفوها تاتا، بصوا السليبر من جس قد ايه كيوت لذيذ موف. بصوا شبشب زنوبه بس جس، شايفين قد ايه لذيذ، شايفين الفيونكا ده كان ب3 دينار او 4 دينار. لو روحتي النصر الرياضي هتجيبي سليبر عادي جدا للحمام بيبقى ب2.5 ب3 ب2750 كده. فده حبيته، اولا بلاستيك خالص ينفع على البسين، وفي نفس الوقت براند حلو. ونفسي بقى اجيب مايو لونه موف، دايما عندي كحلي اسود. بيقولوا ان الشوبينج بيريح النفسيه، ما بقاش بيريح دلوقتي نفسيا للامانه. فان باي فان ده براند ايطالي برفيوم، عندهم عطور ومرشات عربيه على فرنسيه لكن هو اصلا ايطالي. فللامانه هم عملوا لي دعوه لتغطيه المحل،
واختار ثلاث حاجات، مرشوش اللي هو مرشوشات البيت والستاير والعبايات وكده، وللهيرمست، وكمان برفيوم. فانا اخترت اول حاجه المرشوش. لو انت في الكويت وحابه تجربيه، حاجتهم حلوه قوي وتستاهل، وعاملين عروض على المرشوشات. هو المرشوش الواحد ب10، تقدري تاخدي 3 ب25. انا اللي خدته لادر وريسبري. عايزه اقول لكم اللادر اللي هو، عارفين اللادر اللي هو، مش عارفه اقول لكم ريحته ايه، بس حلو قوي، ثابت، فواح، عجبني جدا المرشوش. نخش على الصعيد التقيل قوي وهو هيرمست. هم عندهم برفيوم اسمها اميدوس، منها برفيوم وفيها منها هيرمست. حبيت اخد الهيرمست من نفس نوع البرفيوم اللي عجبني، عشان عجبني برفيوم اقوى. البرفيوم اسمه بلومينج روز. البلومينج روز ده اود برفيوم، تمام. الفروتس مع فيها مسك شويه. ما بقول لكم هم جامعين بين البرفيوم اللي هو الفرنسي مع الشرقي العربي اللي فيه مسك، فيه باتشولي، فيه، عارفين الاحساس ده. دي مكوناتها هحاول اجيبها لكم بالظبط. بنات تحفه. لو انت في الكويت ولقيتي حاجه من فان باي فان عاملين سواء عروض او مش عاملين عروض، وحابه تغيري في العطور، انصحك جدا بفان. بتمشى يوم كده من الايام لقيت جاب عامل عروض. انا بحب السويت شيرتات قوي، وحاجات جاب رائعه، حاجات بينك بتاعت فيكتوريا سيكريت بحبها قوي، لكن ما جبتش حاجه من جاب قبل كده، فقلت اشوف. لقيت عندهم السويت شيرت ده ولقيت اكس لارج. عاده جاب اللارج ضيق جدا عليا، يعني هو مقاساته اصلا صغيره، مش المقاسات كبيره ما تنفعش معايا، انا عريضه شويه. المهم لقيت ده ب عليه عرض 50% او يمكن 30%. اقول لكم ده سعره، لا ده 2 اكس لارج. شفتوا مش بقول لكم؟ كان ب 14900، كان ب 15، نازل ب 10 ده، ومكتوب على السويت شيرت جاب طبعا. عاده انا ما بحبش المفتوح على فكره، يعني دايما بحب المقفول، بس قلت تغيير. وبحب اللون الفوشيا جدا جدا، ينفع على جيبه، على بنطلون تريننج ينفع، حبيته. ومش صيفي ومش شتوي، هو خريفي، لكن حبيت اللون. هقفله لكم عشان تشوفوه. اللي اتفاجئت بيه، شوفوا ده مقاس 2 اكس لارج، متخيلين؟ بصوا ده اكس لارج، 2 اكس لارج. الاكس لارج بتاعهم صغير، واللارج كانه سمول، هو جاب كده، معرفش ايه السبب. ينفع قوي. احنا عندنا في الشتاء مفيش شتاء، في خريف وفي الصيف. الشتاء ده اللي هو تبقي سقعانه كده كده، تروحي حاطه السويت شيرت كده. انا ما بحب البرد عاده. فده وزيه في فيكتوريا سيكريت، ما تقولوش بس اتنين شكل بعض، لان ده لون وده لون، ما تصدمونيش. خدت ده، كان برضو فيكتوريا سيكريت عامله عروض مهوله 50% برضو. كان السويت شيرت ده، بصوا بقى الاكس لارج بتاع فيكتوريا سيكريت بيجي عليا لوس حلو، ب9 دينار ونص بعد 20 دينار، يعني ده كان سعره 20 دينار. شايفين لونه؟ ما تقوليش بقى ده شكل التاني بليزا. ده برضو سويت شيرت، شايفين؟ بحب قوي الحاجات دي، بحبها مش عشان ماركه والله، بس السويت شيرتات دي من الماركات دي بتبقى حلوه، مع اني كنت جايبه حاجه كده من دكني موبر واتصدمت بصراحه. لكن شوفوا ايه رايكم في اللون البينك ده، تالي غير الفوشيا صح؟ تقوليش الاثنين زي بعض. وده اتقل سنه من جاب، واحد مقفول واحد مفتوح. ده كمان كان نازل من يعتبر اكتر من 50%. من همس كان عامل برضو شويه عروض في حاجات البيت عنده رائعه، بموت فيها بصراحه، وبحب القطن بتاعه. فبصوا لقيت ده، قلت ممكن برضو لو ما لو الفيديو ده نزل لكم بعد العيد هلبسه مثلا في العيد. هو بس طويل شويه، عارفين حاجه سليبنج كده او للبيت تقعدي بيه في البيت. كان نازل من 12 دينار ل 6 دينار، شايفين؟ والفتحه بتاعته بقى ايه، فتحه قويه، يعني مش قويه قوي. حبيت لونه، حبيت الحاجات اللي عليه، القطط الصغنطوطه دي الحلوه دي، فقلت ايه يعني تغيير. جبت لاختي رشروشه، حاجه متدغدغه مش عارفه ليه كده، جبت رشروشه اختي ده برضو، هبقى ابعته لها مع البرفيوم. شايفين برضو قصير هو، بصوا في دانتيل من تحت. بتحب هي الحاجات في البيت تكون لوس قوي، وقطن بتاعه رائع رائع. وجبت ده كمان حاجه كده، يعني شفتشي على، شفتوا ده؟ ايه رايكم؟
ده كمان قلت برضو نوع من التغيير. عارفين احساس بالشراء وخلاص، عايز البس حاجه جديده، فحبيته برضو ده سليبنج وير. شايفين قد ايه لذيذ، حلو قوي، ولونه كمان لونه حلو. كان في منه بيجامه بس انا بحب ده الاستيك بتاع الشورت، اما باجي انام ببقى متضايقه، ما بحبش ابقى لابسه شورت او بنطلون الا لو كان في الشتاء ممكن، لكن في الصيف بحب ابقى لوس، ابقى لابسه كده حاجه قصيره حاجه كده، فاهمين؟ حتى لو في تكييف. ايه رايكم في اللون؟ من هامز جبت التيشيرت ده علشان انا بروح الجيم، ببقى لابسه هدوم الجيم تحت الملابس، البس حاجه بكم وتكون سهله وتحتيها هدوم الجيم، فاهمين؟ اللي هو مثلا لابسه حاجه كات اللي هو السوفت برا معها مثلا بادي قصير، ببقى لابساه وعايزه البس ده بجاست ان انا اروح اقلع التيشيرت على طول، فحبيت ده قوي. ده نازل بس ده مش نازل قوي، يعني انا حاسه ان هو اوفر، يعني كان ب 16 دينار، مش عارفه ليه اصلا ب 16 دينار ليه، يعني من واليس. لو تعرفوا واليس ده محل، بس محل جوه ضمن هامز، جبت منه الاكس لارج وحاسه ان هو كبير برضو، بس قلت اوكي مش مشكله علشان يبقى طويل وواسع عشان البس تحتيه الهدوم بتاعه الجيم. شفتوا الفكره بتاعته؟ شايفين ده نازل ب 7 دينار. جبت للبابا الولاد من امريكان ايجل، كانوا منزلين تيشرتات حلوه قوي، لو انتوا حابين تشوفوا حاجات رجالي على 4 دينار. حاجات امريكان ايجل حلوه قوي، ده للولد الصغير، شوفوا قد ايه جميل. الخامات بتاعه امريكان ايجل لا تعوض، القطن بتاعهم حلو قوي. وكده يبقى خلصنا الفيديو وخلصنا المشتريات، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبك، وما تنسيش تعملي لايك وتشيري الفيديو لاصحابك الكتير، علشان لو كسبتوا، لو عملتوا 5000 لايك للفيديو ده اكيد اكيد هتبقى هبعت ال 100 دولار لفرد واحد. كل ما تكتروا من اللايكات والشير للفيديوهات اكيد هتكسبوا ال 100 دولار. بحبكم قوي، وما تنسيش في اخر الفيديو تعملي لايك وتعملي شير لكل اصحابك، وتروحي كمان على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وكمان تيك توك. بحبك قوي، اشوفك على خير، باي باي.